السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع مواضيع السيشن. اذا ممكن انا ايضا اخزن الانفورميشنز للسيشن بحرية. طبعا استخدام خزن السيشن يتم عن طريق انه انت مجرد تجي هنا في البي اتش بي تعمل سيشن جديد اندرسكور. لاحظ في عندك global variable اللي هو session. طيب هذا السيشن ممكن تضع له value، مثلا تقول هنا عندك name، مثلا name حيساوي لك محمد. عرفت كيف؟ اذا تلاحظ انه php، php بمعنى انه حيخزن في طرف السيرفر، صح؟ هنا نتيجي تعمل مثلا variable اسمه my name، اوكي، وتجي تعمل global session underscore session، اوكي، تختار السيشن وتجي تضع فارزة ونقطة، تجي تضع في داخلها مثلا name اللي هو الاسم. بعد ذلك تجي تعمل مثلا echo، او تجي اوتوماتيكيا، او ممكن انت اوتوماتيكيا تعمل echo للسيشن، تجي تعمل هذا echo للنيم فارزة ونقطة، تعمل save. اذا هذا بطريقة تعمل session لمحمد. لو جيت هنا انا عملت refresh، لاحظ محمد which is great. لو جيت على show cookies ارجع على الهوست php، لاحظ مشفرة اوكي. لكن بلاحظ هنا انت عندك session جديد اللي هو باسم محمد. طيب اذا هذا فكرة من السيشن. ممكن ايضا نعمل شيء اخر، يعني مثلا انت هنا تعمل start session، ممكن تعمل لك شيء مثلا تجي تعمل اكثر من سيشن في نفس الوقت، تعمل لك سيشن هون وتعمل لك سيشن اخر اسمه last name مثلا، وتضع هون ايسا، اوكي، تعمل ايكو. هذا بيعمل ايكو للنيم، my name هو session name، اوكي، alt للاسفل، هذا my name 2، تعمل session للاست نيم. طبعا انا كتبت last name غلط، اعرف هذا الشيء، هذا تعمل alt للاسفل وتعمل هذا الشيء لل 2، تعمل هون save. لاحظ هنا لما نعمل refresh محمد عيسى، اوكي، محمد عيسى. طبعا ممكن تعمل لك echo لل br tag حتى يظهر بشكل اوضح، يعني مثلا هنا انت تجي تعمل لك br tag، اوكي، تعمل لك سيشن جديد، لا تنسى تضع فيه دبل كوتس، اوكي، بي ار سيف. لو جيت هذا عملت له ريفرش، لاحظ محمد عيسى. اذا في انت عندك variables موجوده في السيشن هون، لاحظ لو نجي على نغلق هذا شو كوكيز، لاحظ ستار، كل المعلومات الانفورميشنز حيتم خزنها اين؟ حيتم خزنها في ال سيرفر سايد. طيب ممكن نعمل شيء اخر، يعني مثلا لو اني جيت اليوم مثلا عملت هذا كله كومنت، اعمل هذا كله كومنت لان انت اصلا صار عندك سيشن موجود. لو جيت على هذا اللي انا عملت له ستارت سيشن، ممكن اعمل بي اتش بي تاج اخر واكتب هون مثلا print r، اوكي، عفوا، بهيك شكل print r فارزة منقطة، واضع في داخلها underscore session، اوكي. طبعا ممكن هذا ايضا اطعمها بال php، لاحظ ممكن اضع فيها php. كيف هنا انا استخدم البري، صح، هذا الشيء احنا اخذناها ونضع هنا بري بس end tag، هنعمل هنا سيف، هنشوف شو راح يعرض. اها، لاحظ في عندنا النيم هو محمد وفي عندنا last name هو عيسى، اظهرنا كل السيشنز اللي موجوده في داخلها، جميل جدا. لاحظ هنا اوكي، احنا عفوا هذا ما يحتاج، طبعا هنا أنا اذا انت خارج البي اتش بي تاج ما بيحتاج هذا الشيء، يعني انت بس مجرد تعمل هيك شيء، اوكي، لان انت خارج البي اتش بي تاج. لو داخل البي اتش بي حتستخدم ايكو، صح، هذا حيتعامل معاها ك HTML. لاحظ array، في عندك النيم،
اللي هو session محمد، وفي عندك last name اللي هو عيسى، صح؟ عيسى. طيب هذا ما يحتاج، هذا أيضا ما يحتاج. أوكي. فإذا السيشن اللي تم خزنها، اللي تم خلقها اللي هو هذا، أوكي، اللي تم خلقها الآن ممكن استردادها عن طريق print r للسيشن، بيعرض لي إياها. ممكن أيضا استردادها عن طريق الإيكو، يعني في عندك هذه طريقة ممكن تستردها عن طريق تضع فيها الارجيومنت، وممكن تعملها على شكل هذا print r، تضع البري أوكي قبل وبعد، طبعا هذا حبعده شوي حتى يكون عندك أوضح. لاحظ بهذا الشكل ممكن يعرض لك كل الأشياء. جميل جدا، واضح الدرس. طيب خلينا نشوف التايم 5 minutes. شاعطيكم مثال آخر، مثلا ممكن احنا نعمل modifying، إعادة تغيير مثلا بالسيشن. اليوم مثلا نحب نغير، مثلا نحب نغير في محمد. أوكي النيم هو محمد، حنغيرها إلى أحمد، اسم أخوي الصغير. save. أوكي خلونا نجي نعمل refresh. refresh، لاحظ احمد النيم تم تغييرها لاحمد. اذا استطيع ايضا تغيير modify، اعمل تلاعب في السيشن، اعمل overwrite على السيشن. طيب كيف ادمر كل السيشن اللي موجود؟ حرام عليك. كيف ادمر كل السيشن الموجود؟ بسيط جدا. السيشن حتى انت توقفها، كل اللي تحتاجه انت تعمل destroy او تعمل unset. unset، لاحظ ممكن استخدام، ممكن استخدام unset، unset sorry unset set. ممكن تستخدم unset وتضع او ليس unset sorry عفوا session. لما اغلط ساعدوني please. session unset، لاحظ session unset بمعنى انه يتم مسح جميع الفاريبلز الموجوده. وفي عندك طريقة أخرى اللي هي session destroy، حيتم تدمير السيشن بالكامل. أوكي طبعا ممكن تستخدم destroy، ممكن تستخدم unset. unset حيتم عمل حذف لجميع الفاريبلز اللي تم خزنها، هذا حيتم تدمير السيشن بالكامل. أوكي خلونا نجرب، لو عملنا destroy save، لو جينا عملنا refresh refresh، لاحظ تم تدمير كل السيشن اللي موجودة. لو تغلقها هنا show cookies، لاحظ هنا طبعا يتم خزن السيشن القديم لأنه احنا عملنا start للسيشن. فهذا الفكرة من عنده، يتم حذف كل السيشنز اللي موجود في الداخل اللي هي session destroy. اوكي هنا أنا حيبدأ لك بسيشن جديد، هذا print حيطبع لك السيشن، صح؟ هذا يبدأ لك بالسيشن، هذا حيطبع السيشن. اوكي هذا عملنا set للسيشن، هذا حيدمر السيشن. اوكي يعني لما نجي نعمل ريفرش، لاحظ فارغ، ما فيها اي سيشن. طيب اذا ما اتصور انه احنا نحتاج الى مثال اخر، لانه اتصور انه احنا اخذنا كل الامثله، رايت؟ ف ذاتس ات، هذا ما كل ما هذا ما هو كل ما في الم... ما هو كل ما... نسيت حتى الكلام باللغه العربيه. اوكي هذا كل موضوع السيشنز. اكيد احنا السيشنز حناخذها بالدروس القادمه بشكل اعمق لما نجي اليوم نبني اداره محتوى سي ام اس. انا وعدتكم انه حيكون درس عن السي ام اس، اداره محتوى، وهذا الشيء حنعملها ان شاء الله بالدروس القادمه. لكن احب انبهكم على شيء، واحب افرحكم انه هذا هو نهايه السيشنز والكوكيز والاشياء اللي احنا عملناها. وبالدروس القادمه ان شاء الله حنبدا بموضوع آخر، موضوع مهم جدا 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 للكل، اللي هو الـ MySQL. كيف نستخدم الـ MySQL، كيف نسترد، كيف نعمل insert، وهذه الأشياء الجميلة في إدارة الـ databases. إذن بالدرس القادم حيكون موضوعنا الـ databases، أو أوكي خلوه يكون databases. لنقول لكم مع السلامة.